يجي الشتاء ومن بعد الربيع. الربيع عنده اسم على مسمى، يبغي الشباب تكوين مدارس هذا عرفان وتقديم مجهودات. السلام للحياة. الله يبارك، الله يبارك. واسم أستاذ الله يبارك، بارك الله. سعيد عنده يعني ما عليش في السعودية. الله يحفظكم، الله يستر عليكم، الله يحفظكم. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. خالد طاهر القدامى حميدة تصوت. خلي حميدة، خلي الصور في الثانية حتى تبقى للتاريخ. باقة الزور ذكرى 75 لتأسيس النادي، تأسيس النادي الرياضي رائد شباب وهران. لانتهزنا الفرصة فيه باش نكرموا عدة وجوه رياضية، عدة قامات من قامات وهران هنا فيما يخص الرياضة على مستوى ولاية وهران، والفريق رائد شباب وهران ليرسيو اللي راه معروف واللي راه قدم عدة لاعبين كبار، لاعبين ساهموا في تشريف الرياضة وتشريف كرة القدم الجزائرية. وكاين لاعبين منهم لاعبين مروا لعبوا حتى في الفريق الوطني، والان للاسف الفريق الان متواجد في الاقسام السفلى لاسباب ماديه، لاسباب تمويل، لاسباب يعرفها العام. ونطلب ان شاء الله تكون يد واقفه، تكون تضافر الجهود من طرف السلطات، من طرف الرياضيين، من طرف قدماء الفريق، باش ان شاء الله نعاودوا نرجعوا الفريق لقيمته اللي يستحقها. وهذا كما اقول لك، انا راني خير وخالف لخير وسلف. كان اول رئيس اللي كان لما تاسس ولعاود تاسس الفريق، الرئيس المحترم السيد برعد بن الحاج اللي تقدم كلمه. السيد برعد بن الحاج، بسم الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هذا النادي بالحق النادي فاتي وعريق. اولا نشكر الرئيس اللي راه قايم بالدور تاعه، وراه مشمت هذا الشباب البارع، وما عنده هذا النوادي. ما نهضرش على رائد شباب وهران، على كل نوادي الصغار هذو ما يحتاجوا الى اعانات، لانهم هذ النوادي الصغار هما لهم يغدوا باموالهم الخاصه، يخلصوا لونجاجمون عند لا ليغ ويخلصوا الاخر البلدية الاستاد الملعب والملايير يعطيهم لي كلوب بروفيسيونال هي غير قانونية. هذو اللي يستحق الشباب البارئ، هذا اللي يستحق اموال للاعانة. وحنا هذا الكلاب هذا كان يلعب في الاسفل وصعد، وكوننا بعد كما قال لكم الرئيس، عندنا لاعبين، كوننا بوكساسا، كوننا ابو المشرى، كنا هكاك على مالي، كوننا الاخر كان عندنا شكون ما لعب عندنا واحد ثاني فراحي كان في الجياس كاف، لعب عندنا بالرمله، لعب عندنا ابو عزه، ولكن من عدم الامكانات هذا النادي بقى في الاسفل. البلديه ولا شباب الرياضيه والولايه راهم غير عادلين في تقسيم المنح، ونطلبوا باش هكا يعاونوا بشي غير كاع الفرق. وانا اسال سؤال، كم لاعب كونها الغرب؟ هذه من 20 و15 ولا واحد
ولا واحد ما كون حتى واحد. لماذا لم نكون؟ وهذا المولود يا مثلا تاعنا ما تلعب تلعب غير من الاجانب، ما كونوش ماش يكونوا وما خلوش هذا الاولاد الصغار باش يكونوا، يعاونوهم يعاونوهم يقفوا معهم، غادي يكونوهم لاعبين حتى في الفريق الوطني ان شاء الله. والسلام عليكم. نشكركم على كل حال. نشكروا خونا بشير بويجرا فؤاد على هاد الالتفاتة، على هاد تكريم البراعم الصغار تاع لارسيو، هاد النادي العريق، هاد النادي اللي قدم الكثير والكثير، قدم عدة لاعبين دوليين امثال قويدر بوكساسا، امثال سليم بومشراب بالرملة، والقائمة طويلة، عيسى كينان، عبد القادر تلمساني. ولكن في هذه الاونه الاخيره يعني الفريق راه يعاني، ويعاني بالخصوص من الجانب المادي. ما يخفالكش بلي هذا الفريق تاع لارسيو هو اللي كان يمول الفرق الوطنيه، وخاصه فرق على مستوى مدينه وهران، سواء المولوديه او الجمعيه، من كانوا في الاواج العطاء تاعهم كان الفريق رائد وهران ورائد غرب وهران ليزمو اتحاد وهران، هادو اللي كانوا مولوا جمعية وهران ومولية وهران. فاحنا نناشد السلطات المحلية هذه جديدة باش يعني يعاونوا هذا الفريق، باش زعما يعاود كما يقول لك يعاود الفريق، يعاود يولي ايامه الزاهية. ونتأسف للأسف الشديد يعني على السلطات المحلية اللي فاتت ما قدمت والو لمدينة وهران، وخاصة هذه الفرق العريقة ما قدمت لها والو، والعديد من الفرق، وللأسف أمثال لافسيو يعني تواروا عن الأنظار نضاطروا. فنتمنى أن نناشد ونتمنى من السلطات المحلية اللي نتفائلوا منها خير باش تعاون هذه الفرق هذه. والسلام عليكم.